قفزة إلى مياه هي الأنقى والأصفى في العالم. هنا في فالق سيلفغا في أيسلندا لا يعوق شيء الرؤية لمسافة طويلة تصل إلى أكثر من 120 متراً، أمر فريد على مستوى العالم. يعرف الألماني توبياس كلوز الفالق جيداً، فقد غاص في أعماقه أكثر من 100 مرة. إنه يعمل في أيسلندا كمدرب غطس، وهو بطبيعته شغوف بالطبيعة. هنا على بعد 50 كيلومتراً باتجاه الشمال توجد ثاني أكبر مجلدة في أيسلندا، والمياه الذائبة منها تحتجز هنا بسبب الحمم البركانية. هذا هو في الواقع حقل كبير للحمم يمتد من المجلدة إلى هنا، وصخور الحمم البركانية بمثابة مرشح ممتاز. ولذا نجد أنه عندما تمر مياه فوالق سيلفغا بين الصخور في عملية تستغرق 30 عاماً ثم تأتي إلى هذا الشق، فإنها تكون على درجة غير معهودة من النقاء والصفاء. الأمر المميز أن من يغوص هنا يتحرك بين قارتي أمريكا وأوروبا، فعلى أحد الجانبين يوجد جرف قارة أمريكا الشمالية، وعلى الجانب الآخر الجرف الأوراسي تفصل بينهما 5 أمتار تسع بالكاد لمرور الغواص بينهما. تتسع المسافة بين الجرفين بمقدار بضعة سنتيمترات كل عام، لأن الجرفين يبتعدان في الأعماق عن بعضهما البعض. والنتيجة يشهد فالق سيلفغا نحو 300 زلزال في يوم واحد. وبهذا تنشأ كهوف صغيرة ومسارات متشعبة، والأمر لا يخلو من الخطورة إذ ما جازف الغواص وتقدم لمسافة أكبر من اللازم. هذا كهف يمكن أن تحدث بداخله انهيارات، وجدرانه ليست من الحجر الرملي لتكون ناعمة في وقت ما ولا تدعو للقلق. الصخور هنا متراكمة فوق بعضها، وعندما يمر الغواص من تحتها وينتج عن تنفسه فقاعات هوائية، فإنها تتجمع ويكبر حجمها إلى درجة يمكن معها خلخلة أحد الصخور فتسقط فوق رأس الغواص. وقد حدث أن سبح بعض الغواصين أيضاً لمسافة أبعد من اللازم داخل الكهف وضلوا الطريق وماتوا. ومنذ ذلك الحين القاعدة السارية هنا أن الكهوف محظورة على الغواصين. ولكن يجرؤ عدد متزايد من الناس على الغوص في الجزء الضحل من فالق سيلفغا، فالمنطقة تشهد إقبالاً غير معهود من السائحين الغواصين. هناك شخصيات شهيرة أيضاً تحب القفز في المياه التي تبلغ حرارتها درجتين مئويتين فقط. لقد غاص بن ستيلا نجم هوليوود مع توبياس كلوز عبر الفالق، وكذلك كارل جوستاف ملك السويد، والممثل توم كروز، اللذان انبهرا بعالم الأعماق هذا. ما وجدته مثيراً أن توم كروز يتحرك في أفلامه بطريقة معينة، وأنه فعل ذلك تحت الماء أيضاً. عندما يدخل الهواء أو يخرجه من بدلة الغوص فهو يفعل ذلك بحركات توم كروز. كان من الجميل رؤية ذلك في مشهد حي وفي محيط غير معهود. من يعاني من رهب الضيق يفضل له أن يغوص في الجزء الخلفي من الفالق في خليج سيلفغا. هنا يمكن للشخصين أن يغوصا إلى جانب بعضهما. رغم صفاء الرؤية تحت الماء للغواصين، إلا أنهم لا يشاهدون أي أسماك لأن فالق سيلفغا يخلو منها. ورغم ذلك يرى توبياس كلوز الذي عمل كمدرب غوص في منطقة الكاريبي أيضاً أن المكان هنا في أيسلندا هو أكثر مناطق الغوص إثارة في العالم. أعتبر ذلك عملية تأمل مائي كما أقول دائماً، فالمياه ذات درجة عالية جداً من النقاء والصفاء، والغواص يكون هنا بين قارتين. وأثناء الغوص يمكنك أن تضع إحدى يديك على أمريكا والأخرى على أوروبا. إنه مكان متميز جدا، وأنت تشعر بالطاقة حقا، وهذا الشعور يتجدد في كل مرة. وبالرغم من هذه الطاقة لا يمكن التأمل تحت الماء لفترة طويلة، لأن المياه في فالق سيلفغا باردة للغاية.